خلينا بقى نروح للميركاتو. زي ما انت كنت بتقول معانا اخبار متعلقه ومختلفه عن الميركاتو وبشكل رسمي، خلينا نروح لنادي ترابزون سبور التركي اللي اعلن تعاقده مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب طبعا استون فيلا الانجليزي، ده خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي بنتكلم فيها الحاليه. والبيان ده كشف فيه كافه التفاصيل المتعلقه بالصفقه، والنادي قال ان تكلفه الصفقه بلغت 4 ملايين يورو سيتم دفعها مفروض لنادي استون فيلا على 4 اقساط، يعني بمعدل مليون يورو في كل موسم. وكمان هيدفع النادي للفريق الانجليزي 10% من قيمه بيع او اعاره تريزيجيه لاي نادي اخر. وكمان اضاف لان تريزيجيه وقع على عقود انضمامه لمده هنا 4 سنين، وهيحصل اللاعب على 1,500,000 يورو، ده كراتب سنوي، وهيزيد الراتب بمعدل 5% سنوي. كريم لو تشوف طلب حد من ولادنا حلال بقى عليك الكلام على تريزيجيه، على النني، على ابننا مو صلاح، ماشي ربنا يزيد ويبارك ويكرمهم يا رب. الشغلانه دي صعبه في الارقام اللي بنسمعها والله يا جماعه. بس ساعات يعني ايه، يعني مثلا عندك واحد زي كريستيانو رونالدو، الدنيا محجره معاه اليومين دول، محجره معاه اليومين دي كل اليومين.